السلام عليكم، معكم وفاء من مجوهرات فاتين. كيف وعدتكم غنبقى ديما ندير لكم جديد على لي زارتيكل ديالنا. واليوم بغيت نقترح عليكم واحد المارياج اللي سامبل وخطير جدا، كيجي في اليد عاطي وزوين. بالنسبه للخاتم على هذا الشكل هذا، كنتمنى يكون واضح بالنسبه لكم. هنا فيه حجيرات مدفونين بيان سيرتي، والديكور ديالو على هذا الشكل هذا. بالنسبه لهاد الحجيرات راه بيان سيرتي، كيعطيو منظر غزال في المارياج. الشكل ديالو على هذا الشكل هذا، في الجنب ديالو هكا، وبالنسبه للور ديالو هكا، والطابع ديال الديوانه كاين هنايا، ومن الداخل ديالو على هذا الشكل هذا. حطوا باش يبان واضح بالنسبه لكم على هذا الشكل هذا من الداخل. ودابا غادي نشوفوا في الجديد كيفاش كيجي. بالنسبه للبسه ديالو كتجي على هذا الشكل هذا، كيجي انيق وسامبل بالنسبه للناس اللي خدامين ولا الناس اللي جالسين في الدار، يعني كيلبسوه ديما، يعني ما كاينش مشكل. واللور ديالو على هذا الشكل هذا. وكنتمنى الارتيكل اللي اقترحت عليكم اليوم ينال الاعجاب ديالكم وبصحتكم وراحتكم.